ترحاب بموقع زوار هبة بريس. نستضيف اليوم شخصية سياسية، شخصية مستثمرة مسؤول عن مجموعة من الشركات، إنه رئيس الغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس بولمان. نستضيفه اليوم على خلفية ما قيل وما تيرى حول إعادة انتخابه كرئيس للغرفة. أهلا وسهلا سيد الرئيس. شكرا سيد. خرجتم من معركة حامية الوطيس توجت بإعادة انتخابكم على رأس الغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس بولمان. كيف مرت أجواء الانتخاب؟ ما هي ظروفها وما هي ملابساتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنت أود باش تقول لي أنك تستضفني في يوم عظيم، هو يوم 27 رمضان. هذه المناسبة جديدة، نتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا الصوم منا ويبارك فيه، ويكون إن شاء الله يعود على الأمة المغربية وعلى الشعب المغربي، على صاحب الجلالة إن شاء الله باليوم وبالتيسير وبالتوفيق وبالنجاح. بالنسبة للانتخابات، طبعا أنه في كل الفترات اللي مرينا بها، تنظن أنه هذا وجهت أمور عادية بالنسبة للمغرب، لأن المغرب يدخل اليوم في واحد الجو ديال الديمقراطية، ولكن الثقافة الديمقراطية تخصها واحد النوع من الوعي، وتخصنا نتقبلوا واحد العدد ديال الأمور، لأن هذيك هي الثقافة الديمقراطية. والثقافة الديمقراطية تكون كمباراة كرة القدم ولا كرة السلة، لابد تكون منتصر وتكون منهزم، إذا تكون عندنا الشجاعة اللي تنقوموا بواحد الحملة وتتكمل الحملة وتنمروا صناديق الاقتراع، لابد تكون منتصر ومنهزم وتكون عندنا الثقافة. المنتصر خاصو يكون حامل لمشروع ويكون يلتزم بالمشروع ديالو، المنهزم خاصو يعيد النظر في الامور ديالو، في المنهجيه ديالو، في الطريق اللي تبعها، وهكذا باش بنادم يمكن يمشي من حسن الى احسن. نعم استاذي الكريم، في خضم الاستعدادات ولا في ليله اللي كتسبق الانتخاب ديالكم، اتهمتم بالاختطاف 3 اعضاء من المكتب ينتمون الى فريق المعارضه، ما صحه هذا الخبر؟ ايوه، ما كنتش تعرف انا مع الكابون ولا مع، تنظن ان احنا في المغرب الحمد لله الديمقراطيه والحريه والشفافيه، المغرب الحمد لله اللي عنده الحمد لله الرجالات ديالو، عنده العدل ديالو، عنده القوانين ديالو. هاد الامور ديال الاختطافات ما كانتش شايع حدا في دول اللي تتعرف امور بحال هادشي، هذا دول الامريكا اللاتينيه ولا هادشي، هذا تنظن بالعار تكلموا حويجات بحال هادو، هذا كلام ساقط، هذا كلام غير مقبول. حنا عندنا اليوم الحمد لله ناس واعيين، عندنا مسؤولين واعيين، عندنا هادو تنتكلموا على تجار، على صناع، على خدماتيين، من العار انه نتكلموا على ناس ونقلوا من القيمه ديالهم ونحسبوهم كاليوم كيف قلت انه القط اليوم لو بغيت تاخذ قط راه عنده فهمت ولا الضوابط ديالو، عنده الامور ديالو، الا شخص راشد، شخص عاقل، شخص اللي عنده تجربه مهنيه حشومه. هذا كلام ساقط، هذا غير مقبول، وهذو حوايج تنظن انه تيقلوا حتى من القيمه ديال الناس اللي تيتكلموا بهذا الشكل هذا. شكرا، الفكره وصلت. ناورت المعارضه بكل ما اوتيت من القوه، من وسائل، من امكانيات ماديه، من لوجيستيك، لتشكيل اغلبيه تضمن انتزاع كرسي الرئاسه منكم، لكنها فشلت. هل هذا ما رد ذلك الى دخول شخصيه حميد شباط بكل ثقله ورصيده كراعي رسمي وفكك لحايل، ام ان المعارضه غير ناضجه او لم تبلغ درجه النضج بعد؟ تنظن دابا اللي بغى يوقع في هذا المغرب نقولوا حميد شباط. كانت في فاس حميد شباط، كانت في الجهه حميد شباط، كانت في مراكش حميد شباط. تنظن هذه الامور تخصنا شويه خصنا غنى عنها، وحنا اليوم الحمد لله مغرب ديال وجوه جديده، مغرب ديال المسؤوليه وديال الديمقراطيه. حنا الحمد لله قادين على شغلنا. حنا العمل ديالنا اللي كان في 3 سنين رغم العراقيل، لان اليوم اللي خرجوا المعارضه هما اللي كانوا تعرقلوا العمل داخل الغرفه في 3 سنوات، وعرقلوا جميع المشاريع، لانه غير المعقول انه شخص يكون معك داخل المكتب هو ما جايبش الخبر شنو تيوقع داخل المكتب، ما جايبش الخبر ديال العمل اللي تتقوم به، وفي اكثر من هذا انه تيعارض ملي تيدخل الجميع العام تيعارضوا، هذاك اللي كانوا تيعارضوا اليوم كشفوا على وجههم، كشفوا انه كانوا تيعارضوا لغايه ما، انه اللي تيهمهم انهم يوصلوا للكرسي. حنا ماشي اللي تيهمنا الكرسي، اللي تيهمنا هو التنميه ديالنا ديال الجهه، اللي تيهمنا هو هما المشاريع الكبرى اللي اشتغلنا عليها في ظروف صعبه، لان المكتب
كان كتب خارج عن بعد وقت انما السيد الرئيس كان يساندوك في البدايه ديال الدوره السابقه، من بعد ما بقاوش كيساندوك، علاش؟ شنو السبب؟ شنو الدوره هذه؟ الرئاسه السابقه، المكتب السابق، شي طبيعي. كيف قلت لك هذاك المكتب السابق كان خالد، وخالد ديال الناس اللي كان يمكن انه كانت عندهم افكار ولا كانت عندهم فكره باش يكونوا في هذاك المكتب. حنا ملي وصلنا الحمد لله المكتب كانت مجموعه طيبه اللي بغات تخدم بمهنيه، تخدم بعقل، لان الحمد لله المثنيه المغرفه الغرفه انه واحد المجموعه ديال المهنيين في التجاره وفي الصناعه وفي الخدمات اللي عندهم تجربه، اللي عندهم افكار، تاخذ هذيك الافكار تجمع حول برنامج. اللي ما عندوش برنامج غادي يفشل، واللي عنده برنامج يتقدم. في نفس السياق استاذ الكريم، المتتبع لعمل الغرفه وانتخاباتها خاصه في الانتخابات كتعاد نفس السيناريو، وان نفس السلوكات ما كتغيرش. هذا من جهه، كما ان هذه الجهه لم تشهد اي تحسن على مستوى التدبير لا في شتى المجالات، وهذا لم ترقى الى طموحات لا الصناع ولا المستثمرين. علاش؟ لا، هذا غير صحيح. حنا الجهه ديالنا الحمد لله عرفت تنميه، الى خدينا مدينه فاس عرفت واحد الاقلاع مهم، الى خدينا الجهه ككل عرفت مشاريع كبرى. لا هذا غلط، هذا وهذا تغليط، لا ميمكنش نتكلموا بهذا الاسلوب. حنا اولا الغرفه تتبقى في الدور ديالها الحالي في القانون اللي كان غرفه استشاريه، هذا ضعف. حنا خصنا اليوم نحاربوا هذه الفكره هذه، لان المهنيين متوصلوا على صعيد غرفه خصنا نبدا نعطيوهم القيمه ديالهم باش يمكن لهم ينجوا، باش يمكن لهم ينجوا افكار. ممكن تعطينا استاذ نماذج المشاريع الهيكليه اللي عرفتها الجهه وانتم على راس هذه الغرفه؟ كاين اللي كيقول بان عمل الغرفه محصور في صراعات وتطاحنات سياسويه، واش انتم قادرين على اخراج الغرفه من هذا النفق ديال الصراعات السياسيه الضيقه، والعمل على اجراءات مشاريع هيكليه اقتصاديه تعود بالنفع على المنطقه؟ مع كامل الاسف هذه العقليه ديال الصراعات السياسيه هي اللي جعلت انه بعد ثلاث سنين رغم هذه الصراعات حاولنا ننجو وحاولنا نخرجوا بافكار، واكثر من الافكار نخرجوا ببرامج، واكثر من البرامج نخرجوا بمشاريع. رغم هذيك العراقيل ورغم ذاك التلاعبات ورغم ذاك العقليه الضيقه، ذاك العقليه الضيقه السياسويه، حاولنا وناضلنا وخرجنا الحمد لله مشاريع للوجود. من المشاريع اللي خرجنا من الوجود خرجنا المشروع ديال فضاء المعارض. تتعرفوا ان فضاء المعارض عندنا ارض اللي كنا خدينا فانا هادي 20 عام وانا في الغرفه، وخديناها في 94 4 هكتارات. علاش معموله باش يكون معرض؟ ملي جيت في 2009 الارض محتله، الارض في صراع على صعيد شكون اللي حتل الارض؟ كيفاش؟ الارض محتله كانوا محتلينها شركات، مثل الاليات ديالهم، مثل الامور ديالهم. حنا تنتفرجوا في هذيك الارض شي مشروع ما كاين، واكثر من هذا جبرنا الناس اللي كانوا سابقين خرجوا فعاود ما يكون معرض، مخرجين تجزئه سكنيه 440 ولا 450 برطمة. هذا من العار انه الغرفه غادي تكون تتعمل مشاريع تنمويه اقتصاديه، ونرجعوا تنعملوا هذه. ايضا خرجنا فضاء المعارض، مشروع الحمد لله خرجنا في 2009 وانطلقنا في 2010، ورغم ذاك الصراعات السياسويه ورغم العراقيل من داخل المكتب اللي صبحوا اليوم هما اللي تيترشحوا وما عندهمش برنامج، ولا من خارج المكتب، ولكن صارعنا وخرجنا الحمد لله المشروع. اولا هذيك البقعه ارجعناها، هذه الاولى، عملنا لها السياج ديالها، هذه الثانيه، عملنا لها دراسه هندسيه ديال المعماريين اللي شرفوا عليها مهندسين معماريين، عملنا جبنا مكتب دراسات، وهذا الشيء كله تيكون بسمساره مفتوحه بالشفافيه الحمد لله. اليوم اكثر من هذا انه انطلقنا، عندنا اليوم ثلاثه ديال الصفقات اللي راهم في طور الاتفاق عليهم في وزاره الماليه باش نطلقوا في الاشغال الكبرى. المشروع اليوم كبير، المشروع ضخم. الان بماذا تتعهدون وانتم على راس هذه؟ اولا انه انطلقنا بافكار ومشاريع، انطلقنا بافكار وبمشاريع، مشاريع حيه، ماشي مشاريع غادي الكلام. هادو مشروع ديال فضاء المعارض انطلقنا عليه. واش تتصور ينسبون هذه المشاريع الى الفتره السابقه؟ الان نحن في فتره جديده ومكتب جديد، بماذا تتعهدون في الفتره المقبله؟ الفتره المقبله تدخل لهذيك الفتره السابقه، هنا تنسموها تقول فات كونتينيتي. هذه لا امتحان لا امتداد، ما غادي يمكنش هذا الرئيس يجاوب واحد الكرسي غادي يبقى جالس فيه. هذه الحمد لله الله سبحانه وتعالى والارض ومن عليها.
عبد ربي والمكتب وبعض الاخوات في المكتب اللي كانوا بعدا تشغلنا على فضاء المعارض وجدنا التصاميم وجدنا جميع دفاتر التحملات وانطلقنا في ثلاثه دابا ديال الصفقات وغادي نطلقوا اليوم في انجاز المكونات الاولى ديال المشروع ديال فضاء المعارض. هذا هو مشروع حي. هذا مشروع اول. اول عندنا منطقه صناعيه بن سودان هي اكبر منطقه صناعيه في فاس وعندها مؤهلات ولكن عندها عوائق منها البنيه التحتيه. وناضلنا عليها هذه 20 عام اللي وصلنا انه غادي تكون كانت اتفاقيه دوزناها مرقناها في الدوره السابقه شراكه ما بين الوزاره ديالنا وزاره الماليه والجهه ومجلس المدينه باش غادي نعيدوا النظر في هذه المنطقه الصناعيه. علاش على اي اسباب ستعيدون النظر في هذه المنطقه الصناعيه؟ غادي نكملوا التهيئه ديالها الهيكله ديالها باش ترجع اولا تتشرف المدينه وتتشرف الصناعيين وغادي تخلق لنا فرص شغل. هادو مشاريع حيه، هادو ماشي لو غيف، هذا ماشي الخيال. عندنا شيء اخر، عندنا مشروع دابا ديال قشريات الكفاح. شكون هي قشريات الكفاح؟ هذا ثقل تاريخي. كنت قلت لكم ذاك النهار في المقابله اللي كانت مع الاخ انه المدينه القديمه اللي هي تراث، المدينه القديمه اللي كانت هي لو بونبون الرئه ديال التجاره ماشي بالنسبه لفاس، بالنسبه للمغرب، بالنسبه للمغرب العربي كله. راه البلغه ولا الجلابه ديال مدينه فاس كتمشي لتونس والجزائر وليبيا الى متحول الجنوب الصحراء السنغال ولا كوت ديفوار وداك الشيء. نتكلم على حوايج اخرين. اذا اليوم تجاره القرى التجاره الصغرى ديال المدينه القديمه ما بقاتش مطابقه ما يتطلبه الوقت، ما بقاتش مطابقه داك الشيء اللي بغاه هذاك الزائر للمدينه. اذا خصنا نعيدوا النظر. وحنا نطلقنا قلنا اول عمليه هي هذه قشريه الكفاح فيها 460 محل تجاري، ننطلقوا من هذه القشريه ونجعلوها كمتحف تجاري ونعطيوها في مسؤوليه لواحد الاشعاع ومنها ننطلقوا للاسواق الاخرى باش الزائر اللي غادي يدخل المدينه القديمه غادي يدخل ويدخل اولا يشوف المدينه القديمه، ثانيا قشريه الكفاح ترجع كمتحف تجاري لا بد المرور منه ولا بد بحال كيف قلت لهم البازار دي اسطنبول لو كرون بازار. خصنا نطلقوا في هذه العمليه هذه. وهذا مشروع كذلك مرنا الاتفاقيه ديالو وغادي تكون بشراكه مع مجلس المدينه مع الجهه مع وزاره الصناعه التقليديه والوزاره ديالنا شيء طبيعي. وغادي نقوموا بدراسه كبرى اللي غتعطينا الافاق ديال التجاره الصغرى وتجاره القرب على 10 سنين 15 عام. هذا وان شاء الله يطبق. هذه امور حيه خصنا نخدموا عليها ونجتهدوا عليها. نعم. بالنسبه نعود مره اخرى للانتخابات قدمت في حقكم ثلاث طعون من طرف اعضاء المعارضه الفريق الذي يشكل المعارضه. ما تعليقك على هذه الطعون؟ احنا قلنا هذه الديمقراطيه اللي تقدم الطعن الله يكمل عليه بخير يمشي للمحكمه. ولكن بما انه الاخوان تيدخلوا الجمع العام ومن الجمع العام تيطلعوا المكاتب ديال التصويت الاصناف كلها وتيدخلوا تيصوتوا وتنظن شويه ديال المعقول او شي تلاعبات وقدنا من هذا الوقت الوقت يلحمنا الوقت يطلب منا باش نجتهدوا. اللي تيدخل الجمع العام وتيطلع الاصناف وتيصوت وتيقبل التصويت ما تيبقى شي طعن. ولكن استاذ اسمح لي قطعتك يعني في هذا الخضم انه اتهموكم بانكم شريتوا ديما، كيف تردون على كيفاش؟ شريتوا ديما. وتنقول انا قلنا المغرب الحمد لله فيه الشفافيه في كل شيء، يمكن نبقى نتهم اللي بغيت نقول فمي. زي احنا الحمد لله الناس تثقوا في البرنامج، تثقوا في وجوه طيبه، تثقوا في وجوه ديال العمل. شيء طبيعي ان بنادم يتوصل. وخصوصا على حسب يعني ما ذكرت احد المناظر الاعلاميه ان ثلاث اشخاص غيروا يعني وجهتهم في اخر لحظه. اخر لحظه؟ الله يكمل عليهم بخير. إذا تق في واحد السيد نقول له نجري عليه نقول له ودي ما تقش فيا. يا كان موجود في القاعة وطلع المكتب ديالو في السنت ديالو وصوت نقول له لا شكل البارح مع واحد السيد واحد اخر على جيتي معايا اليوم. هادو ناس ما بقاوش تايقين في الناس اللي كانوا تيثقوا فيهم، اليوم تيثقوا في اخرين اللي حاملين البرنامج حاملين المشاريع واللي الناس متعهدين انهم يشتغلوا واشتغلوا في الفترة السابقة رغم الظروف القاسية والعرقية. اذا شنو هذا العراقيل في اعتقادك ما غتعرقلش لهذه المشاريع المبرمجه؟ شنو هي اهم العراقيل اللي كتواجهك في اجرعه المشاريع اللي انا تنتمنى على الله البرنامج نتمنى على الله يشعل الاخوان الوعي ديالهم الغرفه حنا كانت معارضه كل معارضه انا تنسم بشي معارضه عارضني في الافكار ديالي ولا في البرنامج ديالي واجي نقشو. انا بديت يديا من البدايه تنقول لهم حنا تنشتغلوا وتنشغلوا بشكل تطوعي. احنا ما عندنا لا 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 صالير ماندا ولا هذه عبد ربي. هذه 20 عام وانا في الغرفه وفي الجهه اللي خارج لي درهم واحد تناخذو ديال امتياز ولا ديال ديبلاسمون وديال هذه ولا هذه. لا انا تنادي من الجيب ديالي ملي تنمشي للاجتماعات تنطلع في القطار ونخلص من جيبي.
عمري ما خديت دير كلاسمون ديالي ملي تنمشي حتى رايح الى مشيت لتوكيا هذوك الناس اللي تيتكلموا اليوم في المعارضه الناس اللي لاباس عليهم ومشاو لتوكيا وخلصت عليهم الغرفه عطاتهم ديبلاسمون 6000 درهم ديال ديبلاسمون انا 9000 درهم ديال ديبلاسمون عمري ما خديت شي حاجه تندفع هذا يخرجوا لي ولكن الناس اللي اليوم ما تحشموش على وجههم ولا عندهم الامكانيات وتيجيو تاخذوا ديبلاسمون في الوقت اللي عندنا اعضاء ما عندهمش هذوك ما اللي كنا نقدموهم هذوك ما اللي كنا يمكن عمرهم في الطياره هذوك ما اللي كنا في نتولنا نشجعوهم اذا هادو تراعات انا تنطلب ان هاد الاخوان يرجعوا للوعي ديالهم تنجيو تمايا خصنا نجيو نشتغلوا لانه تخص اولا العمل مع الله وثانيا مع الناس اللي صوتوا علينا هذه امانه اي اما غادي ندو يديهم راه كيف تقولوا بالاعانه واليد في اليد غادي نخرجوا بالمشاريع ولكن بقينا بداك الحسابات الضيقه راه المدينه والجهه ديالنا هما اللي تيضيعوا وليداتنا غادي يحاسبوا علينا يحاسبونا لان ما نخليو لهم حتى شي حاجه ما تكون حتى شي مشروع اللي غادي يعود عليهم بفائده. شكرا السيد الرئيس على سعه صدرك. لا مرحبا جيت تعرف. اذا مره اخرى عيد مبارك سعيد ان شاء الله ونتمنى الله التوفيق للجميع وهبه بريس الحمد لله راه ديما قريبه وديما الحمد لله حنا مستعدين فوقاش ما طلبتيه اللقاء. وشكرا مره اخرى. شكرا السيد الكريم.